أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس C++. في هذه المحاضرة راح نشرح موضوع مهم جدا من مواضيع البرمجة اللي هو الأراي. وطبعا موضوع الأراي موجود في كل لغة برمجية، وطبعا هالشي يستخدم بكثرة في لغات البرمجة. الأراي باللغة الإنجليزية معناها مصفوفة، وطبعا في لغات البرمجة هي عبارة عن متغير يتم تخزين فيه مجموعة بيانات، أي أن الأراي هي قاعدة بيانات ممكن نحتاج هذه البيانات نستدعيها ونعدل عليها بالبرنامج. طبعا راح نخلي هالكلمة هي حد فاصل حتى تكون أن كدليل. طبعا الأراي تخزن بمتغير، وإذا كانت عندي المصفوفة عبارة عن أرقام تخزن بمتغير رقمي انتجر، وإذا كانت عبارة عن نصوص تخزن بمتغير نصي سترينج، وهكذا. مثلا راح نبدأ بالمصفوفة الرقمية. طبعا اولا لابد ان نكتب نوع المتغير انتجر واللي هو يرمز لنوع المصفوفة. راح نسمي المتغير، مثلا راح اسميه بهاء. الان حتى ابين للغة انه اريد انشئ مصفوفة راح اضيف الاقواس المربعية، هذه الاقواس المربعة طبعا فتح واغلاق، وبداخل هذه الاقواس اكتب عدد اجزاء المصفوفة. مثلا اريد اضيف اني مصفوفة تتكون من 5 اجزاء، فاجي اكتب الرقم 5 هنا بهذه المنطقة. اريد اضيف مصفوفة 6 اضيف رقم 6، وهكذا. طيب نوع المتغير، نوع المصفوفة، وطبعا اسم المصفوفة مباشرة راح أضيف أقواس مربعية ورقم مفردات أو عدد مفردات المصفوفة. بعدها أجي أكتب يساوي وأفتح أقواس معكوفة، هذه الأقواس المعكوفة بهذه الطريقة، وأضيف أجزاء المصفوفة. طبعا عندي هنا 5، راح أجي أضيف 5 أجزاء، مثلا الجزء الأول 12، وأفصل بين الأجزاء بالفارزة، مثلا 50 20 36، مثلا 42، وهكذا. طبعا الآن أصبح عندي هذا الجزء الأول، الجزء الثاني، الثالث، الرابع، خامس، 5 أجزاء. بعدها لابد أنه أكتب فارزة منقوطة ضروري حتى أختم الجملة. الآن خزنت هذه البيانات بالمصفوفة. طيب كيف أستدعي أحد البيانات اللي أنا أحتاجه بهذه المصفوفة؟ سهلة جدا، نجي إلى cout cout، وطبعا لا ننسى الأقواس البرمجية، وطبعا نكتب اسم المتغير أو هو نفسه هذا اسم المصفوفة نكتبه هنا مثلا بهاء، وأكتب رقم المصفوفة، رقم الجزء اللي بالمصفوفة اللي أريد أستدعي، مثلا أريد أستدعي 20 أو 36 أو 50. فقط اريد ننتبه انه عندما اريد استدعي المصفوفة نظام المصفوفات في البرمجة يبدأ من 0 وليس من 1، يعني هذا 0 1 2 3 4، يعني هذه المصفوفة تتكون من 4. طيب بس ممكن واحد يقول لي هنا انت كتبت 5، اوكي تعداد كتعداد اجزاء هي 5 قطع، هي 5 اجزاء، ولكن كاستدعاء لازم أبدأ من الصفر، 0 1 2 3 4. طيب أنا أريد أطبع العنصر رقم 2، 0 1 2، أجي هنا أكتب العنصر رقم 2 ومن ثم فارزة منقوطة. خلنا نشوف راح يطلع لنا 20 لو لا. إذا أجي هنا إلى execute راح نلاحظ أنه طلع لنا 20. طيب 1 2 3 4 5، طيب 0 1 2 3 4، إذا أريد أطبع القيمة أو العنصر الرابع راح يطلع لي 42. طيب إذا أريد أطبع العنصر 0 اللي هو 12 راح يطلع لي العنصر 12. طيب العملية سهلة جدا. طيب في حال لو أردت أغير أحد العناصر، سهل، نجي نكتب اسم المصفوفة بشكل مباشر، وطبعا نكتب رقم العنصر اللي يريد نغيره. مثلا أريد أغير العنصر رقم 1، طبعا لا ننسى 0 1، يعني أريد أغير 50، فأكتب هنا 1 ومن ثم يساوي ومن ثم أكتب القيمة الجديدة مثلا 150،
بارزة منقوطة. الآن أريد أطبع العنصر واحد واحد، طبعاً ما راح يعطيني 50، راح يعطيني القيمة الجديدة، القيمة الجديدة اللي تم تغييرها اللي هي 150. إذا نجي على execute راح يعطيني 150. عندنا هذه المصفوفة الرقمية. طيب المصفوفة النصية شلون تكون؟ أولاً لابد أنه نكتب المتغير، وبما أنه هي مصفوفة نصية راح نكتب المتغير نصي اللي هو string. طبعاً نكتب string بعدها اسم المصفوفة، مثلاً بهاء، عدد الأجزاء. طبعاً هنا العدد مو نجي نحسب من الصفر، لا هنا العدد طبيعي يعني تعداد طبيعي، مثلاً 3 أجزاء، وتساوي ممكن نخلي فراغات، تساوي نفتح أقواس معكوفة، وبما أنه نصوص لابد أنه quotation mark، وراح أكتب مثلاً بهاء فارزة quotation mark مثلاً محمد، فارزة مثلاً نقول علي. طبعاً بما أنه قلنا نص لابد أنه تكون quotation mark، وطبعاً نختم الأري ونضيف الفارزة المنقوطة ضروري جداً. الآن أريد أستدعي العنصر رقم واحد. طيب 0 1 أريد أستدعي محمد، كلش سهل، نكتب cout وبعدها أقواس برمجية، اسم المصفوفة بهاء، رقم العنصر اللي أريد أستدعي أخلي بين أقواس برمجية 1، طبعاً راح يطلع لي محمد. طبعاً محمد بهذه الطريقة execute راح يطلع لي محمد. لو أردت أستدعي العنصر 0 راح يطلع لي بهاء، وهكذا نقدر نستدعي المصفوفات. جيد، أخيرا في موضوع المصفوفات راح نتعلم طريقة أخرى لكتابة المصفوفة. طيب راح نأخذ مثلا مصفوفة نصية، راح نكتب string string، وهذه المصفوفة راح أسميها مثلا bh، وراح أخلي عدد لهذه المصفوفة مثلا 3، وراح أجي أضيف فارزة منقوطة وأنزل إلى الأسفل، راح أعرف أجزاء المصفوفة أضيفها من خلال أنه أكتب bh، أضيف الرقم اللي هو راح أبدي بصفر يساوي، راح أكتب مثلا بهاء فارزة منقوطة bh، ومن ثم 1 تساوي مثلا نقول محمد فارزة منقوطة، وطبعا bh 2، وطبعا راح نكتب مثلا سلام. بهذه الطريقة. طيب هذه الطريقة هي نفسها طريقة الأقواس المعكوفة، ولكن سويناها بطريقة أخرى اللي هي طريقة التعريف. هسه أنا هنا كتبت 3 قطع، عندي 3 عناصر بالمصفوفة، أجي أحسبهن 1 2 3، بعد ما أكتب رقم 3 خلاص إن هذني 3. هسه لو أردت أطبع العنصر رقم 1 اللي هو محمد، فراح أجي أكتب cout ومن ثم أقواس برمجية، راح أكتب اسم المصفوفة اللي هي bh، وراح أكتب رقم العنصر اللي هو 1، ومن ثم فارزة منقوطة، راح ألاحظ أنه طلع لي هنا أنا محمد. لو ردت أطبع العنصر 0 راح يطلع لي بهاء، العنصر 2 راح يطبع لي مثلا سلام، وهكذا مثلا bh. لو ردت أطبع عنصر آخر اللي هو راح يكون رقم 3، وراح يكون هنا مثلا فاطمة فارزة منقوطة. وطبعا بما أنه صار عندي 4 أجزاء للمصفوفة فلابد أنه أضيف هنا جزء أخير اللي هو رقم 4، وأجي هنا أكتب الجزء رقم 3 اللي أريد أطبعه اللي هو فاطمة،
ومن ثم اوكي اكسكيوت، راح يطلع عندي فاطمة بهذه الطريقة. طبعا المصفوفات هي عبارة عن قاعدة بيانات ممكن نخزن بها مجموعة من البيانات ونستدعيها حسب الحاجة. ان شاء الله بالمحاضرات المتقدمة ممكن نتعلم كيفية دمج المصفوفات مع اللوب اللي هو الفوريج، وطبعا راح نتعلم تقنيات اخرى ممكن نحتاج بها المصفوفة بشكل كبير. طبعا واجب هذه المحاضرة عمل مصفوفة تتكون من الاسم الثلاثي، طبعا تكون بها ثلاث عناصر، الاسم الاول والاسم الثاني والاسم الثالث مع طباعة الاسم الاول. طيب يعني مثلا انا بهاء، هنا راح تكون عبد الستار، هنا انا مثلا جبار، واجي اطبع العنصر الاول اللي هو راح يكون رقمه صفر اكسكيوت. طبعا هو هذا واجب هذه المحاضرة. ان شاء الله تكون هذه المحاضرة سهلة وبسيطة. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.